السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جاكم في فيديو جديد وحلقة جديدة في لعبة ماين تضربني أنا ليش؟ اليوم اش قررنا نعمله اليوم؟ باش نحاربوا الويذر بوس. الويذر بوس كيما تشوفوا عن الماتيريالز اما معنش الماتيريالز اللي حاجه اللي خبيت على بس خبيت الريوس والخمسه والاربع سبتانس في باقه سريه. تينا لبتو معك لمتو معك ايوه انا خبيته في باقه سحريه. ذكرت حاجة لين لازم ننزل على هذا باش الوحيد يختفي. ايه الو هي هليكوبتر جيس على خاطر جاء في الفيديو هذا بالطبيعة نرميه الحويج هو شو ترص لورك يعني انا تمشي لو جاليهم ملا هذه مفاجأة هذه فكرة سمحة اما والله جات صدفة والله ديجا تو ما كنتش معه مليح كانت اسم العاني حتى انا بهذا جيس للمعلومين باش ما يفهم شي جيس نرميه الحوايج هوني وننزل على القرص هذا ويطيش في هوني مش اي حاجة مستحقوهاش تمشي طول غديك كو اما هذه فازة عجبتني متاع محمد عقيت الراس الاول نت سنت زوج فيوس واربع سوت سنت باه هما بتو في وسط الدارة كلهم في وسط الدار في من هنا وانت هابط وانت لوش يعني موش الفوق لا الفوق لا ما عملت والله فكرة باهي عجبتني منك سنت اش حاجة باش نهبط نبدا من اللو طب الكل نبدا منين تحب نبداو من الفار هذه اللي الهم ورينا يا نمبر ظهر لي نورمال ما الفارم مش موجود مريك نرجع هوني مثماش هوني مثماش هوني ثم مزرعة متاع جيش ظهر لي مش مزرعة جيس باش نعمل فيها رعضة حل الصندوق لا تمام صندوق حليت ماشي حتى عليش منيش عارف حتى عليش لعظم تعرف من بعديك ظهر لي الطيق هذا بصفة عامة ما ثماش ما حاجة غريبة خطر نورمال ما يكون ثم أمي تسالش نورمال ما منعرفوش فهمش يكمل باهي تراه الفيلاجرز يضحك رجعنا لشرشبيلة هذه زيادة جديدة هو زيادة زيادة بتاعك خفيف ماش تخيل وش كنير أسلامة راس فين تو كنت نقول من تخيل وش كنير مياكا في بلاصة واضحة ماش عندك راس وديت اربع سلسل هذا السلسل درات لوج عليهم باه هذا ديجا رينيهم على اليمين نورمال ما كله ما ثماش ما جيس لل احتياط بر هو ايه بر شكون يطلع فيه هذا تو لقيناه اخيرا
برك لسو يعني ينجم يكون يعني هكا فازة بصرية. ايه اغلب بصري رو. انا ممكن يكون قدامي و استنى بلي على ذكر اللي تاجي ذا حاسك ثم حاجة سبحان الله القدر هبطني هوني لخاطره موجود هوني خاصة اني نقول السلسان يمكن هكا الفوق حاجة ولا هوني هوني فوقي شنو استلك انت رميته تو والله لا اربع سريع اربع سريع بعد دوره صح هاي لقي زوز سند زوز ريوس نقصك راسو راسو وزوز سند هذي تو فتحت لها البيت ما تمني كمل تمش باش هون والله كأنه القدر جيبني هوني هكا من هالشالي صح ولا محمد؟ ايه يمكن باهي اهو باه ثلاثة مازال لي رويس ومازالت لي سول سندوانية باهي مر مازالت لي هذي البيت ما تعرف ما لقيت فيها شيء انا حاليا ظهر لي معفوش هي هو لا واضحة شوية هذي ما طلعت فاشل انت أهرب. انا أحب. انا فاشل مثل التوضيح تخلى معنا واحد هو صاحبي واحد من المتابعين متاعي تخلى علينا انا محمد واحنا قاعدين نصوره خطنا كنا نحكيه في السيرفر متاعي في الديسكورد واللي يحب يدخل معنا الرابط في الوصف انا فاشل شكون احكى معك شكون احكى معك انا بالحق راني فاشل جاني لي جاني كريب من دير قتلني احسن وش بيك انت تضحك الحمار ملا ريان ملا برج اللي ياخذ اخماني اسمع ريان قاعد نصور في فيديو تو وانت باش تطلع في الفيديو اعطيهم كليمة هكا باهي لا اشتراك ولا لايك ولا كومنت اخرج من الروم تاع ديسكورد تو اخرج كيك كيك اعطي كيك والله خرج خرج وحده هكا من غير من اللي من ويذر سكرتن ولا كبيرة طايدة نزيك به زم القدر هكا ميجيبنيش البلاصة معينة خطر ديما القدر قدر اهو تساعدني فكر والله الزحكة ورد صدف اندرى كيفاش تصير والله عجبتني هذه ما كانش في بالي بيها هذه حتى انا كان حبيت اخليها للسيربرايز عجبتني بطبيعة طورت الوحيد متاعي هذا اغلبيتهم بروتكشن اي في تقريبا كلهم وعندك هوني خاصة الصيف لودينج من انا بريغ النوك باك سليبن انا بينا عندك زيادة هذو ما لا بأس بهم حاليا مش مشكلة او قديم طول في فيديو انتم يا وضني ارجع ده لحظة لحظة برك لاخر صورته هو يضحك هكك كان دخل والثاني حاجة اكيد اخويا برجولية ما لازمك تعود الفيديو ادي لا بعد هذا كله باش نعوده يعني انا عندك تصور
تي بالعكس الجا سمع تبرك بيه يا فشل فيكيني بلين مضرده في صافين وينو وينو كا 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 ليتال توت نجم ترسبن على روح شو رسبن؟ للبذر وين رسبن؟ رسبن في رسم وش يعمل يعني؟ رسمنه هذا روح رميت بلوكة بلوكات ما صار شيء ارميها مع شنب ارميها هكا ارها ارميها هكا هكا و هذي هكا هذي هكا وارمي ثلاثة هوني بر حط هذي حط الحذاء هذي حط هذي هيك مش ترسمنه برمعوجه وحط ثلاثة رقص وين حطهم؟ حطهم هوني هذي هذي لازم تحطهم هاي روح هكا هكا معوض احط يخدم عصفور هذا مش بارك واحد اثنين ثلاثة اهرب تلاقى البيسة اهرب 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 نضربوا اهرب 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 لحظة شنو لحظة مش الناس حاجة اوه ميتو هو بعد اخترق ربي اها ها ها استراحة بالله استراحة اهرب 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 اقول له استراحة ويقربوا لي مات مات انا لله وانا اليه راجعون كل ده من ثلاثة قلوب انا مت والله في اخر لحظة معلم قلت لك كول والله قلت كليه كليه سنة نجيب ما يردي ايجا شكرا جاك شي البيكون النذر ستار تقصد هي النذر ستار بالطبع يا جماعة يا المشاهدين يا متابعين يا اعزائي يا اوفياء يا احنا علاش عملنا هذا كله لهذي هذي وحسب رايك علاش الجيكن علاش دوب طلع وانا مشيت باش ناخذ ما نعرفش هذا شنو تم بيضة with the rose انا تنطلع تنقل لك تنطلع يا سيدي بكل بساطة الوردة اللي جبتها انا تو شني فايدتها شني فايدتها ايه ايه تفيدني في الوذر سكيلتن فارما انا عندي لا لا مريقة حتى انا عندي 50 تو باه انت تعرف الوردة العادية الوردة العادية كي تقف عليها ما تعملك شيء بينما هذي تروح اقف عليها يا وهيك فايتتها بكل بساطة مش دمجني انا لا مش دمج اللي غيرك خلينا نصنع ال البيكن باش نوريهم البيكن ايش اي يا سيدي حاسك بجلاس خمسة جلاسات قايد عندك وثلاثة بسيشين ثلاثة بسيشين احلى حاجه والله كنت دخلت في حيط انا درست وينك انت وين باش نطير وين باش نرميوها والله وين باش نرميوها هذا السؤال اول حاجه كرافتي يعطيني كرافتي كيفاش نكرافتيوها بالطبيعه ما حشتناش احنا بالهذا هذاك علاش نعملو هكا حس ما نعرفه نعملو تك ولم تزبطوا معنا كيما كاينك تعمل في بلاست فيرنس اه كاينك تعمل في بلاست فيرنس اه يقول حتى انا في بلاست فيرنس هيا بيكن نفس الشيء ما العكس به خذ البيكن ليه ملل كيفاش اسحق الخمسه ها برا تو مش نحطوها تسليكين مش نحطوها
في 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 تم نعرف حق بطوه في السطح مدام السطح معنا ما نعمله فيه برا او السطح هذا هكا تخليهم مش تسليك يعني الى الابد لا الى الابد صعب لا مش نخليه تسليك انت برا برا يجي ايش ولا مو المشكلة فيش بستكر لي هذا فهمت شي فهمت تاك مين تاك حد الان مش نخليه بطاق بركة بعدي كتا نجمع الموارد بالبيع بس بس لك شر تخليه هناك توت لقيت بس فهذا شنو وظيفته سهلة برشا ينجم يسرعنا يخلينا فيسا من ماينيو يخلينا نقزو أكثر يعطينا نجري ونكسر فيسا ولا ريسيستنس ولا يعطينا جامب بوست ولا يعطينا سترينج بالضبط هذا هي فايدته يفيدنا ان شاء الله في الدرب ميو سو يا هني تقريبا كملنا الفيديو يس كملنا الفيديو ان شاء الله تكونوا استمتعتوا تنسوش لايك سبسكرايب احسن حاجة عجبتك في الفيديو شنية انت؟ الهايدنس اللي عملناه مع البيوصة لا دخلت ريان صحيح ما هيك اسطورية هيك المهم ان شاء الله تكون استمتعتوا بالفيديو تنسوش لايك مرة اخرى نعودوها عاد لايك وشير وسبسكرايب من سيلش عادي عادي نزيدوها ثالث مرة عادي اهي يلا باي باي Bye-bye. See ya.